اسمك ايه يا حاج؟ اسمي سهير محمد عبد المجيد، عندك كم سنة؟ عندي 70 سنة. ايه مشكلتك بقى؟ مشكلتي ان ولادي بهدلوني وطردوني من الشقة ومرضوش يدخلوني البيت، ليه؟ عشان خاطر انني عايزة اقعد بنتي تخدمني وانا عاجزة. الشقة دي تمليك؟ لا، ايجار ايجار جديد ولا قديم؟ قديم. طب بس هما مش موافقين ان بنتك تقعد معاكي ليه؟ مش عايزينها تقعد معايا تخدمني، وانا دلوقتي مصلحتي ولا بعرف اخدم نفسي ولا اعرف اعمل اي حاجه، ليه؟ وعايزين ولادي يقولوا لي انت احنا اللي نخدمك. ينفع ازاي بقى معايا بنت واخلي نسوان ولادي يخدموني؟ طب ينفع؟ هم عندهم شقق ولا ما عندهمش؟ عندهم قاعدين في شقه. كل واحد قاعد في شقته. كل واحد قاعد في شقته طب انت ما بتقدريش تخدمي نفسك؟ خالص، ليه؟ وما بقدرش امشي، ما تقدريش بقدرش تمشي. بنتي بتدخلني الحمام. طيب وكلهم ولا واحد بس لا، ولا؟ اللي هما كلهم ماليش دعوة بيهم، انا بنتي بس اللي هما معترضين عليها. 3 اخوات صبيان معترضين عليها انت مش عايزين. عندك 3 صبيان بس؟ لا، 4. طب والرابع؟ الرابع كويس معايا وبيشوف مصالح. طب هو ليه ما كلمهمش طيب؟ كلمهم كتير وقال لهم احنا نعمل نكتب ورقة بان اختي بعد ما تموتي تمشي، يعني اخته تمشي من الشقة بعد ما انت وامشي من الشقة تتوفى. بعد انا ما اتوفى، وانتوا تبقوا حرين، انتوا بقى في بينكم وبين بعضيكم، طيب بس وبعدين؟ ما استنوش عليا لما اروح لما امشي من بيتي محترمة. المفروض كان سابوني في بيتي لحد ما اموت، وبعد كده يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. والحاج سايب لي محل وسايب لي شقة. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ما هو بقى الاختلاف بقى بكده ان هم مش عايزين دي. طب الشقة دي هي دي بتاعتك؟ بتاعتي. لا، اللي انت قاعدة فيها دلوقتي. لا، دي بتاعت بنتي، طب دي بتاعت وشقتك بنتي فين؟ هناك في مزرعة البط. انت سبتيها؟ ما هم اللي طردوني وقعدت هنا بقالي 7 8 شهور. طردوك ازاي؟ طردوني بالاسم، بالشتيمة، بقلة الأدب. روحي خلي، إذا كنت عايزة بنتك تخدمك روحي أنت عندي، روحي هي خليها تخدمك في بيتها. طب هما ليه يعني بيعملوا كده مع مش بنتك عارف يعني؟ مش عارف والله يا ابني ما عارف. وكنا كلنا كويسين مع بعضين. طب انت ما تقدريش تمشي، انت جيت ازاي من هناك؟ لا، بنتي جابتني كده بالتاكسي، من التاكسي للتاكسي، مسكني سندني. بس دلوقتي انا عندي شرايين رجلي مسدودين اهو، رجلي الاتنين مسدودين، ما بعرفش امشي خطوة كده في الشارع. جوز بنتي بيجي لحد البيت ويوديني من التاكسي. ايدك فيها حاجة؟ انت ما بتحركيهاش. هي دي بس، هيك ما اقدرش اعمل، ما بقدرش اكل بيها تقدريش تاكلي بيها خالص. يعني؟ هما معترضين انك انت انا بنتي بنتك تقعد تقعد معايا. معاكي او تخدمك، وهم عايزين ياخدوا الشقة ويخدموك. وبعدين ياخدوا الشقة ويقولوا احنا نقعد بيكي ازاي؟ ازاي يبقى معايا بنت وما تخشش البيت، وهم اللي يقعدوا فيها ازاي؟ هو ده عدل ربنا؟ وده عدل ربنا؟ طب ما فيش حد كبير كلمهم يا حاجة؟ ما هو الكبير بتاعي أخويا. أخوك أنت ما وقفش جنبي، وقف جنب ولادي. ما كلمهمش، قال لهم عيب لا، وموت؟ ما قالش حد عيب، ما كانش حد قاعد معايا غير بنتي. هو بس هم اللي خدوا كتبوا الشقة باسم بددي، من بنت من أختي اجتهدت عليا إن هو قاعد معايا. فجم بتوع التمكين خدوا التمكين بيني وبين ابني تمام. الصغير. بس بعدين هو طفشك بقى هم طفشني بقى وقال لي ما تخشيش البيت، وضرب اخته وقال لها ما تجيش هنا. طيب في حاجة تانية عايزة تقولي حاجة؟ لا، هقول ايه؟ هقول ايه؟ هقول بيني وبين عز من الله ونعم الوكيل فيه، مش هقول اكتر من كده. ربنا ربنا عندهم.
18 سنة. طبعا لقوا أمه بتتضرب بالكرباج، وطبعا في كاميرات تحت البيت، هم قافلين عليا الباب جوه وعمالين يضربوا فيا بالكرباج ومقطعيني، وابني اتبرى مش عارف يعمل ايه، عمال زعلان عليا ومتعصب. لقى خاله ماسك لي مشرط، قام هو جري جري جاب معرفش ايه من محل بره ودخل عليهم، كان عايز برضو عشان يهديه. عشان يخرجوني. لما لقيت ابني ماسك حاجه جريت من البيت جري، ورحت زقه ابني قلت له تعالى هنا مهما كان خالك، ورحت واخده ابني في حضني ومشيت، وقلت لهم يلا امشوا يلا احنا هنمشي، ما عنديش استعداد اخسر ابني. بيهددوني بالفيديو ده، ويقول احنا هنحبس ابنك واحنا هنوديه في داهيه وهنجيب مباحث النت، وانا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه.